يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن أزمة أظن إن هي محتاجة تعديل ثقافي، أظن إن هي محتاجة مجهود مننا، بس أهم حاجة محتاجة إن احنا نحط الحدود فيما بعض في علاقاتنا مع بعض، ولازم كمان نكون حريصين كل الحرص إن كل واحد فينا ما يحاولش يمارس التطفيف ويمارس الاستهلاك للناس اللي حواليه. كل ما كل واحد فينا كانت علاقته بالآخرين متزنة ما فيهاش مبالغة في العشم، كل ما هو نفسه هيرتاح، كل ما حياته هتكون أوسع، كل ما تفكيره هيكون أكثر نورا وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، لأنه يسير خلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى حب الله سبحانه وتعالى، بأن لا يكلف الناس ما لا يطيقون، وأن يكون رحمة، وأن يكون سبب من أسباب الرحمة وسبب من أسباب التخفيف وليس سبب من أسباب العبء. اللهم اجعلنا خفافا على الناس، واجعلنا مددا لهم، واجعلنا عونا لهم، ولا تجعلنا يا ربنا عبئا ولا ضيقا ولا حرجا، ولكن اجعلنا سعة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.